الله الوطن المليك، والله يشافي لينا مليكنا، والله يطول عمره يا ربي، والله يخلي لينا التاج فوق الراس، والله يحفظ المغرب ديالنا الحبيب. كنحماقوا على بلادنا. الخوت القضية خطيرة وخطيرة بزاف، انقذوا بنات سعاد من السارعة، راه خطيرة وخطيرة بزاف. كنظن كلشي شاف واحد شوية من الوجه الحقيقي ديال السارعة اللي بينات لنا البارح. انا هاد السيدة خطيرة وخطيرة بزاف، وهذوك البنات راهم في خطر، امور خطيرة بزاف، كارثة كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، اكثر من كارثة اللي قالت ديك السيدة البارح، والخطاب اللي قالت السريع البارح خطير وخطير بزاف. السلام عليكم المشاهدين الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتنام الصحة والعافية، لا نتوما لا الناس تعتاد عليكم. كنتمنى الخوت الخواتات ما تنسونيش من اللايكات ديالكم ودوبلوا التعاليق والبارطاج الى جد على خاطركم، عاونونا باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم، خليوا الفيديو ديالنا يطلعوا، خلينا نوصلوا الرسالة ديالنا، نبينوا هاد السيدة على الحقيقة ديالها. البارح واحد الخرجة خرجتها السريعة خطيرة وخطيرة بزاف. انا ما نقدرش نقول لكم داكشي اللي قالته هي، انا ما نقدرش نقوله، ما نقدرش تنقوله في فيديو عندي، ما نقدرش، لاني كتجيني في شكل باش تنوضي وتقولي غي سريع عهد وغادي عهد جديد ونتشد انا، غادي يوقع، غتوقع الروينة. شي حوايج اللي قالتهم خطيرين وخطيرين بزاف، وكتمرر رسائل في داك اللايف ديالها. والمشكلة والكارثة العظمى، الكارثة العظمى هما التعاليق اللي كانوا عندها في داك اللايف. راه ما يمكنش شي تعاليق ما نقدرش نقولهم لكم في اللايف، اقسم لكم بالله ما نقدر في شكل. عرفتوا هاد السيدة، تيقنت ان هاد السيدة كتخدم شي اجندات ولا شي حاجة، ولا موراها شي حد مصيفط لنا تنشر هاد الشيء في اليوتيوب. وديما لاحظتوا ديما الخطابات ديالها فيهم العنصرية والتفرقة، حاربوني غنهجمو غنديرو. زائد دوك عقلتو نهار كنا جبنا لكم الصور ديالها بالنقاب، وطلعات هي واعترفات على ان فعلا كانت هي من دوك اللي كيديروا النقاب. امور والله القسم للامور تعقدات وتعقدت بزاف، والبارح خرجت وبينت واحد شويه من الوجه الحقيقي ديالها اللي كتضرب في البلاد كامله، كتضرب في الاستقرار ديال البلاد ديالنا، للشعار ديالنا الله الوطن الملك، وعاش الملك ديالنا، وعاش المغرب ديالنا الحبيب. والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، والله يطول في عمره. وحنا كاملين مغاربه من طنجة للقويرة، ما عندناش فرق ما بين هذا وما بين هذا. اليوم تاكدت ان هاد السيده صيفطات بوكريشه، ملي كنا نقول لكم ان هاد السيده جايه تنتقم لهاد العائله، فعلا صيفطات بوكريشه للسجن باش تبقى هي تبورد وتقول ما بغات في اللايف ديال اللايفات ديالها مرتاحه، وتمرر الرسائل ديالها وتاثر. عارفين ان هاد مواقع التواصل الاجتماعي راه كيأثروا على بزاف فئات ديال الناس، مثلا شي واحد فانز ديال شي واحد اولا معجب بشي واحد، راه اللي قالها صاحب القناه كيطبقها وكيترسخوا له الافكار ديال داك صاحب القناه، واخا ما يكونش هو عنده قناعه بداك الشيء، كيبداو كيترسخوا ليه بشويه بشويه. متبعينها مراهقات، متبعينها مراهقين، متبعينها ناس كبار، متبعينها شي وحدين ما قارينش غير مدف مدف قال، متبعينها شي وحدين اللي هما خطيرين بزاف المتتبعين ديالها. انا ما كنعممش، ولكن بعض التعاليق اللي كانوا البارح راه ما يمكنش، راه بزاف داكشي الخيال العلمي. ولكن هاي هات ثم هاي هات، الحمد لله القضاء المغربي ديالنا كتضرب بالمثال، والمغرب ديالنا داير جهود كبيره القضاء ديالنا باش نحافظوا على الاستقرار ديال البلاد ديالنا. مادام عندنا مالك ديالنا كنبغيوه وكيبغينا، الحمد لله ما عمرها ما غادا توقع شي حاجه خايبه في المغرب ديالنا الحبيب. وتحيه للقضاء المغربي النزيه، باش البارح طلع يديك الخرجه فمك اللي غيتصيفطك، ماشي حنا ولا شي حاجه، بالعكس حنا كننتقدو غير سميتو، غير الفيديوهات ديالك والخارجات ديالك هما اللي كننتقدو، ما كنحفرو في خاص، ما كنجيبو حصري ما والو. ولكن البارح خرجتي واحد الاستهزاء، شكون هادي، شكون اللي حاكم، انت ما عرفاش زعما كطاوي ولا تشديت انا غادي يوقع. التهديد البارح كان تهديد مباشر، الا تشديت انا راه غادي يوقع، انت غير كحليها وطاع ضربي في القضاء وضربي في سعاد، ملي سعاد دير بك شكايه تنوضي تقولي لا حق قالت شديت انا غادي يوقع. كيفاش هاد السيده خاصها تربى فمك اللي دارها لك؟ واش كنتي في شي بلاصه ملي قلتي هادشي؟ ياك ما جايه من شي بلاصه اخرى، ما فهمتش انا هاد السيده، واش شويه لاباس؟
الا تشديت انا غادي يوقع غيسالي عهد، قالت لك الا تشديت انا غيسالي عهد وغيجي عهد جديد، اش من عهد؟ وشوفي والله يتجب تجربها، لان الكلام ديالك ديال البارح خطير، وانا دابا وليت خايف اكثر فعلا. انا حاقد على بنات سعاد لانهم خرجوا عيروا الام ديالهم وهذه، ولكن دابا عرفت شكون، وكنت متاكد ان الشيطان ديال ديك العائله هي السريعه، هي اللي دايره لهم غسيل الدماغ ومأثر عليهم ديك الافكار ديال السلبيه، وهي اللي كتحرضهم على الام ديالهم. وعلم الله اش غادي يكون بهم الا بقاو مع هاد السريعه، غادي تخرج عليهم لانهم ضحايا. كما المفرقع بيدو راه ضحيه ديال السريعه، هذوك البنات دابا راهم ضحايا. شوفوا غير البنت البارح الصغيره ديك زنوبه هزاها وكتغوت في اللايف، والبنت كتبكي وما رحمتهاش، وسيده كتخرج في عينيها خارجه بها الصاعره. والانسان ملي كيكون مقلق كيخرج داكشي اللي عنده، الانسان الا كان مقلق كيخرج داكشي اللي عنده، كيهضر بالصدق. يعني داكشي اللي كتقولي انت، علم الله لما دوك الرسائل كتمر رسائل البارح ورسائل خطيره، ديك النهار كتقولي اجندات غنهجمو غنديرو غنفعلو شي حوايج اللي عندك خطير بزاف صراحه. ونبشرك ان بداك اللايف ديالك راه تهز وتيليشارجا، مع العلم انك درتي بريفي وعاودتي عاودتي رديتي من جديد، ولكن قطعتي منه المقاطع، المقاطع كاملين تهزو. انت اللي كتسولي شي حوايج اللي انا ما نقدرش نقول لكم داكشي اخوتي، كنظن بزاف ديال الناس راهم شافوا هذوك المقاطع ديالي، لان ما نقدرش نقولهم انا في الخاصه، ما نقدرش نقول هادشي لان داكشي خطير بزاف. او تي البارح كنتي شاربه دواك ولا ما كنتيش شاربه دواك؟ ولكن هنا بينتي المصداقيه ديالنا، زدتي تبتي المصداقيه ديالنا البارح. وهنا كنشوف نداء تاع القنوات اللي كيدافعوا عليك، سمعوا هاد السيده اللي كدافع عليها شحال خطيره، سمعوا هاد السيده الافكار اللي عند مترسخين في الذهن ديالها، سمعوا هاد السيده الرسائل اللي كانت كتمرر البارح، وسيروا قراو التعاليق اللي تكتبوا ليها تما، التعاليق اللي هي صعيبه وصعيبه بزاف. ونبشرك دوك المقاطع راه 5 ايام راه تيليشارجاو، واللايف واخا كتمسحيه كدير الخبره كيتجبد اللايف كامل، واخا تمسحيه من القناه مره كيتجبد. القضاء المغربي النزيه هذا، غادي نتيا غادي تهدي فينا وتهدي في الاستقرار ديال البلاد ديالنا، شكون باغا تكوني انت؟ الحمد لله تحيه للقضاء ديالنا المغربي، السلطات ديالنا والمؤسسات ديال المغرب اللي واقفين على الشغل ديالهم وكيتضرب مثال، وبزاف ديال الدول حاسديننا على الاستقرار ديال بلادنا وعلى الامن ديال بلادنا، مادام عندنا سيدنا حامينا وكيبغينا الحمد لله كنعسو مرتاحين، كنفيقو مرتاحين، كنخرجو مرتاحين في بلادنا معززين مكرمين. تحيه تحيه تحيه، وكنعاودها القضاء المغربي والامن ديالنا، سيرتو الامن، دول كبيره كتضرب مثال بالامن المغربي، والله حتى شحال من دوله كتستعان بالامن المغربي لانه عنده كفاءات. وتجي انت اليوم وتقولي تهدينا، الا تعتقد غادي يوقع وغادي يوقع. هذاك الشيء ديال الاجرام الله يستر، داك الشيء عندك خطير وخطير بزاف. والله حتى داك الشيء انا تصدمت اخوتي، بقيت غير كنشوف، انا كنت عارف ان هاد السيده خطيره من خلال الخرجات ديالها، استنتجت ان هاد السيده ما صافياش. من نهار جات العائله جايه تنتقم، جايه باش تنتقم، ملي كتقول سعاد غنحرك غندير لك من الوريد للوريد، عندها داكشي ديال الاجرام. ولكن جبتي الربحه بنيتي، جبتي الربحه ديال بصح. قبل ما نسالي هذا الفيديو، الشعار ديالنا ديما واللي مترسخ في قلوبنا، الله الوطن الملك، والله يشافي لنا ملكنا، والله يطول عمره يا ربي، والله يخلي لنا التاج فوق الراس، والله يحفظ المغرب ديالنا الحبيب. كنحماقوا على بلادنا، كنحماقوا على الراي ديالنا، الراي ديالنا كنحماقوا عليه وكنفتخروا بها، اللي تهزات في الدول الكبار. الراي ديالنا ديما جايبه العز، الحمد لله المغاربه فين مشاو جايبين العز، وفين مشاو هازين الراي ديال بلادنا اللي كنفتخروا بها. والله القسم شوفوا، انا ملي كنسمع النشيد الوطني ديالنا وكنشوف الراية ديالنا مهزوزة لا في المغرب ولا في الدول الاخرين، اقسم بالله لك كتجيني واحد التبوريشة في الشكل، سبحان الله، واحد التبوريشة وحب الوطن. بعض المرات كتجيني التبوريشة وعيني بحال كيبداو يدمعوا ملي كنشوف الراية ديال بلادي مهزوزة، الراية ديال بلادي مهزوزة، والشعار ديال النشيد الوطني ديالنا. الله يحفظ لنا بلادنا، والله يحفظ لنا المغرب ديالنا الحبيب يا ربي يا ربي، الله يحفظ لنا المغرب ديالنا، والله يحفظ لنا الملك ديالنا يا ربي ويطول في عمره. ولا عزاء للحاقدين، تحياتي لكم المشاهدين العزيز.